قالت له مش عايزاك ولا عايزه منشطاتك طلقني. ومارس معاها بعد ما قتلها الكلب، لان هي اللي بالقدر على فمها تطلع البنت لامها، ويا ريت امها له كده. اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن قضيه صراحه يعني تتجسد فيها البشاعه بكل صورها، رغم ان الزوجه لا تستحق هذا، لكن هنقول ايه؟ ايمان اللي عندها 35 سنه ب100 راجل ب1000 راجل والله، لكن نقول ايه؟ هو دايما الديب الهايف زي ما بنقول في الامثال بتاعتنا يقع في النعجه السمينه. سبحان الله ارزاق. اللي انا بقول لكم عليها دي قضيه حصلت في مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، بالتحديد في قرية اسمها قرية 63 الجدية، مركز الحامول محافظة كفر الشيخ. إيمان متجوزة من فهمي ومخلفة بنت على وش جواز، وولد شغال على جرار أو نقول شغال على كسارة، وطفل عنده سنتين، وجوزها راجل يعني معتمد عليها في كل حاجة، هي اللي تطلع تشتغل وهي اللي تطلع تجيب الفلوس، وهو قاعد في البيت ما في شغلة ولا مشغلة، ولو قلت له اطلع يقول لها ما أولادك بيشتغلوا وبيكدوا علينا وبيجيبوا فلوس، أنت اللي شايلة الهم وأنت وأنت وأنت. وكان ينزل فيها ضرب، وكان متعته في الدنيا إن هو يعذبها وياخد الفلوس، يعني ابنها ده اللي شغال على جرار ولا شغال على كسارة ولا شغال على، المهم من الأدوات الجامدة كده اللي بيشتغلوا فيها الأولاد في أسوان وفي الحتت دي، كان بيبعت لها فلوس كان بيضربها وياخد، تقول له حرام عليك ابنك شقيان وتعبان ومتغرب ويبعت لي فلوس عشان احوش عشان اجوزه، انت يقول لها انت مالكيش دعوه، انا كنت مخلفهم ليه؟ تقول له عشان تقعد تشرب حشيش وتشرب مكيفات ومنشطات وانت كل همك ده، يقول لها مش انت بتستفيدي؟ انا بشرب منشطات وانت بتتمتع، عايز ايه تاني؟ قالت له مش عايزاك ولا عايزه منشطاتك طلقني. قال لها مش هطلق عشان تاخد فلوس الواد وتتمتع بيها الوهم لنفسك؟ لا. المهم كان بقى على فرح بنتها، يعني كان 3 شهور. المهم اتخانق معاها، هو كان متعود ان هي طبعا هي طالبة الطلاق باستمرار، كان بيضربها وياخد حقه الشرعي بالضرب وبالإهانة واحيانا بالتكتيف في السرير، لغاية ما قدرتش وراحت عند بيت اهلها وقالت خلاص طلاق يعني طلاق، مش هعيش مع البني ادم ده ابدا ولا عمري هرجع له. وفعلا وصت ناس كتير وبعت ناس كتير قالوا لها خلاص بنتنا مش هترجع له تاني، بنتنا خلاص طلبت الطلاق، واذا ما طلقهاش هترفع قضيه خلع. الناس بقى المتوسطين قالوا لامها خلي بالك انت بنتك خلاص انت زعلانه بقى ايه لك كام 3 شهور بقى على فرح بنتك كلها 3 ايام، ابو العريس وام العريس واهل العريس يقولوا ايه؟ الام يوم فرح بنتها زعلانه وسابه البيت بقى لها 3 شهور، يبقى بنتها مش هتعمر، لان هي اللي بالقدر على فمها تطلع البنت لامها، ويا ريت امها له كده. ازاي يبقى فرح بنتك بقى 3 ايام عليه من غير ما تعملها الكحك والبسكوت، والناس يجوا لك البيت عند جوزك يباركولك وينقطوك؟ انت عبيطه؟ حد يسيب بيت جوزه وفرح بنته بقى له 3 ايام، انت بتقول ايه؟ اهل العريس يقول ايه؟ الناس هياكلوا وشك، يقولوا زعلانه يوم فرح بنتها، زعلانه وبقى على فرح بنتها 3 ايام، لازم ترجع البيت جوزك، وبعد كده يا ست اتطلق بس سطر بنتك وخلي الجوازه تتم، الناس واهل العريس لو شافوا كده هيقولوا البنت مش هتعمر زيهم. وانت جايت لهم يا جماعه ده انا اتحملت منه، ده انا من ساعه ما اتجوزت وعلى عارفين وعارفينك ان المليون راجل وانت اللي بتصرف عليه وبتصرف على البيت بس عشان خاطر جوازه البنت تتم. المهم ايمان لقت كلام الناس مقنع، بالفعل ازاي العروسه تطلع من البيت والام مش موجوده والاب سايب البيت والدنيا خربانه، اهل العريس يقولوا ايه؟ قالت خلاص ارجع ان شاء الله حتى لغايه ما بنتي تتم ال3 ايام وتتجوز وتدخل على عريسها وبعد كده هتطلق. قولها ماشي. بالفعل لمت هدومها ورجعت لبيت جوزها. جوزها اول ما شافها قال لها رجعت عشان خاطر الفرح ولا رجعت عشان خاطري انا؟ قالت له رجعت عشان خاطر بنتي وبيني وبينك الطلاق،
بس عشان الناس لما ييجوا والمعازيم ويلقوا اكل ويلقوا شرب ويلقوا زغاريت ويلقوا كحك وبسكوت، بنتك لازم تتجوز ولازم تفرح زي اي بنت. قال لها ماشي. المهم شرب الشاي وتعشى، وهي الست بصراحه يعني كان جاب اكل معاها، وراح شرب المنشطات وداخل عليا. قال لها يلا. قالت له يلا ايه؟ هو انت ما بطلتش برضه؟ هو انت ما فيش فايده؟ هو البعيد ما بيحسش؟ هو البعيد جبله؟ بقول لك طلقني. قال لها لا اطلقك ايه؟ حق الشرعي وهاخده دلوقتي. قالت له يا بني ادم انا مش طايقاك، انا بقول لك طلقني. قوم انت جاي عايز تمارس معايا كراجل زوج؟ قال لها حق ولا مش حق؟ قالت له وجع حوجك، انا طالبه الطلاق، انا راجع عشان خاطر فرح بنتي مش راجع لك انت. قال لها ماليش دعوه. فعلا راح مجرتها من هدومها، راحت مصوت، لقى السكينه جنب السرير، خبطها 3 خبطات موتها يعتقها وهي بتنزف، ربط ايديها في السرير ومارس معاها بعد ما قتلها الكلب، بعد ما قتلها مارس معاها وخد حقه الشرعي من وجهه نظره، اغتصبها بعد قتلها. وبعد كده اتصل باخوه في البيت قال له تعالى خد ابن اللي عنده 2 سنين علشان يقعد عندك لغايه فرح البنت لان مراتي تعبانه شويه. اخوه استغرب، مراته تعبانه ايه؟ ده احنا مرجعناها له امبارح وكانت زي الفل. راح لاخوه في ايه؟ قال له خد الواد ده. قال له فين مراتك؟ قال له نايمه جوه، عايز اشوفها. قال له ما تدخلش عليها. قال لازم اشوف مراتك، انت عملت مراتك ايه؟ دخل لقاها متكتفه في السرير كده وحتى مش ساترها، عريانه سايب هدومها كلها مخلعها وربط ايديها في السرير كده وهو سايبها عريانه بعد يعني قتلها. في الاول خلعها هدومها وبعد كده طعنها قتلها وبعد كده اغتصبها وما هانش عليه يرمي ملايه عليها ولا بطانيه يسترها بعد ما قتلها وبعد ما اغتصبها. اخوه دخل هو اللي سطرها ورمى بنايه عليها. قال له عملتها؟ قال له قتلتها. هو انا مش راجل؟ مش عايزه تديني حق الشرعي فقتلتها؟ ده شرع ربنا. هو شرع ربنا قال لك تاخد حقك بشكل كده عنيف وبشكل حتى حيواني؟ هو ربنا قال لك تاخد حقك الشرعي كده؟ انت مجرم. وبعد كده طبعا فرح ما تمش، البنت طبعا اهل العريس سابوها، قالوا اللي خلى ابوها قتل امها، ابننا ما يعمرش مع البنت دي ابدا. الفرح اتفسخ، واللي ام ماتت ضحيه بنتها وضحيه جوزها، وحتى بنتها ما فرحتش بسبب زوج قاتل مجرم، وبنتي مسكينه غلبانه وزوجها اتحملت اللي ما حدش اتحمله، وفي الاخر تموت مقتوله والفرح ما يتمش بسبب زوج كلب ما عندوش لا دين ولا عنده كرام، وفي الاخر راح يستخبى في النبريه، لكن رجال الشرطه قدروا يتوصلوا له. رجال الشرطه للاسف يعني الواحد قلبه واجع والله من اللي بيحصل. رجال شرطه مركز الحمول، مركز شرطه الحمول مع رجال مديرية امن اسكندريه توصلوا ان هو مستخبي في النبريه، هجموا على المزرعه اللي هو مستخبي فيها، تم القبض عليه وقال لهم قتلته، مش عايز يديني حق الشرعي، هو انا مش راجل؟ هو انا مش حق ياخد حق شرعي مراتي؟ ما رضيتش قتلته، اعمل لي ايه يعني؟ حقها كده، يا اخي لله الامر من قبل ومن بعد، اشكركم.